البريليانت لبنيز أورد مش مجرد جائزة بالمعنى المالي، ولا مسابقة بمعنى الفوز، ولا حتى مجرد حفلة. هو أكبر وأعمق كتير. هو رسالة، هو هدف، وقبل كل شيء هو التزام وإيمان بقصة نجاح عم تحققها مؤسسات صغيرة ومتوسطة. هي محرك الاقتصاد وصمام أمان. بيلسي كان أول من آمن من 10 سنين بالأسأمئي، وبالتالي آمن بالشباب والصبايا يلي هن بصلب هالأسأمئيز، وقرر يعطيهم الفرصة إنه يبرزوا على شاشات التلفزيون ويتعرف عليهم الجمهور كله، ويكونوا قدوة لغيرهم من الشباب والصبايا ليضلهم بلبنان ويستمروا فيه. العالم عم يتطور بسرعة، ومسؤولية مصرفنا يواكب هالتطور. اليوم مع ثورة التكنولوجيا أضفنا إلى استراتيجيتنا هالقطاع المهم. البيلسي شاف إمكانيات هالشباب والصبايا بمجال التكنولوجيا، وقرر يدعمهم ليبرزوا وينجحوا بلبنان وبالخارج، ويكون البريليانت لبنيز أورد سلط الأضواء عليهم. البيلسي رسم الطريق، واليوم الكل عم يمشي عليه. نجاح البريليانت لبنيز أورد هو البرهان على وجود طاقات لبنانية عظيمة. دعمهم هو التزام، ونجاحهم هو تحدي وانتصار.